ده مش رونالدينيو، ده نشأة أكرم، أسطورة عراقية وواحد من أفضل اللاعيبة العربية. بنتكلم في لعيب في موسم 2005 قدر إن هو يفوز بأفضل لاعب محترف في الدوري السعودي اللي كان بيضم محترفين من البرازيل وأسبانيا وفرنسا. وسنة 2007 فاز مع منتخب العراق ببطولة أمم آسيا، وفاز كمان برغم المباراة النهائية اللي جمعت ما بين العراق والسعودية واللي انتهت بفوز العراق بهدف ليونس محمود وبأداء رائع وبارع ومميز لنشأة أكرم. مش ممكن، هذا هو الرهيب، هذا هو مشرف الكرة العربية، حوار داخل الحوار. وسنة 2008 بيتنقل لمانشستر سيتي وبيبقى أول لاعب عراقي يمضي عقد احتراف مع نادي أوروبي كبير في الدوري الإنجليزي. نشأة أكرم كانت أهم مزايا إن هو لعيب عنده رؤية بشكل عظيم جدا، وبيقدر إنه يتحكم في إيقاع وريتم الفريق بشكل أعظم، عشان كده لقبوه بالمايسترو. حرفيا كان أكتر لعيب يقدر يوصلك للجون بمنتهى البساطة والسهولة وبلمسة واحدة. يعني بص السرو ده تحس ان هو بلاي ستيشن مش ماتش حقيقي. خير الكلام ما قل ودل، هو مش من اللعيبة اللي بتستعرض كتير، هو بلمسة واحدة بيوصلك للجون. هنا برضو يدوب استلم وفي كسر من ثانية عمل الاسيست، تحس ان هو رمها بايده. لعيب بسم الله ما شاء الله كان عنده اكتر من عين، وكان دايما بيشوف بكل الزوايا وكل الاتجاهات وكل اللعيبة، وهو في الملعب بابا نويل عمال يوزع هدايا ويعمل تمريرات واسيستات لزمايله بكل الاشكال، مره باليمين ومره بالشمال. وفي الاسيست ده حابب الحقيقه ان انا احيي المعلق يوسف سيف، لان هو بروز الاسيست واشد بنشاه اكتر من الرجل اللي جاب الجون. شوف الكره بينيه جميله متقنه حلوه، اللقطه حلوه يا نجم. صديق الصدوق يونس محمود كانوا مقدمين مع بعض ثنائية أقل ما يقال عنها عظيمة وما بتتكررش كتير. يونس يجري، نشأة يلمحه، يرميله الكرة، يونس يجيب جون. واحد من أهم أسباب وتألق ونجاح يونس محمود مع المنتخب العراقي هو وجود نشأة أكرم. بسم الله ما شاء الله قدر إن هو يعمل له كمية أسيستات ويصنع له كمية أهداف وكمية فرص ما أعتقدش إن فيه لعيب نص ملعب عملها لمهاجم قبل كده. حرفيا هما الاتنين مع بعض تحسهم بيلعبوا خماسي، عايزك تشوف كم التفاهم اللي بينهم واللي باين جدا من النظرات. يونس بيقول له انا هجري والعبها لي، ونشأت بيقول له روح، وده اللي قاله ووضحه يونس محمود شخصيا لما قال ان هو طول ما نشأت في الملعب يونس بيجري وبيعمل اللي عليه وحتى ما بيطلبش الكرة. يحتاج اني اشير له واصيح له وهذا ما يحتاج، يعني فقط مثلا اني انا اطلب الكرة يعني اروح انطلق هو. الموضوع وصل لدرجة ان قوة منتخب العراق كانت بتتمثل في الثنائي ده، شوف ازاي هنا بيلعبوا مع بعض وبيلعبوا فريق كامل لوحدهم. ووصل كمان لدرجة ان حتى في الضربات الثابتة نشأت لما بيلعبها بتروح على دماغ يونس محمود. عالية ونشأت يتقدم ويلعبها. وفي ماتش من الماتشات يونس هنا بيشتكي لنشأت ان هو جري اكتر من مرة على الفاضي والكرة ما وصلتلوش. نشأت قال له اجري انت بس وتحرك وسيب الموضوع ده عليا. وفعلا اول ما الكره وصلت لنشأت اول حاجه عملها ان هو رفع عينه ولمح يونس محمود، وعايزك تشوف بقى المرونه اللي عمل بيها الاسيست وازاي لعب التمريره بوش رجله الخارجي ووصله للمرمى بمنتهى السهوله. عشان كده طبعا لما يونس محمود اتسال مين هو افضل لعيب انت لعبت معاه بلا تردد اختار نشأت. اكيد نشأت اكرم. من مزايا نشأت اكرم كمان غير الرؤيه العظيمه والاسيستات اللي كان بيعملها يونس محمود ان هو كان لعيب بيقدر يسدد بشكل مميز وعالمي، وما شاء الله كمان بالرغم من ان هو لعيب ايمن الا ان هو كان بيعرف يستخدم رجليه الشمال ويسدد بيها اهداف مميزه جدا. يعني تخيل ان ده مش لعيب اشول، ده لعيب ايمن ولكن قدر يسجل هدف عالمي زي ده برجله الشمال. نشأة اكرم بدايته كانت في الدوري العراقي مع أندية القوة الجوية والزوراء، وبعدها راح للدوري السعودي لعب مع نادي النصر وبعدها نادي الشباب، وسنة 2005 فاز بافضل محترف في الدوري السعودي اللي كان بيضم لعيبة اوروبية على اعلى مستوى وباغلى الارقام. في سنة 2007 فاز مع منتخب العراق ببطولة امم اسيا، وفاز كمان بأفضل لاعب في المباراة النهائية وتالت أفضل لاعب أسيوي من بعد ياسر الجحطاني ويونس محمود اللي كان شايف وقتها إن الأحق بالجائزة يا هو يا نشأة أكرم. العراق يستحق نشأة أو يونس ياخذ البطولة أحسن لاعب في آسيا. المهم بعدها سنة 2008 تفاوضوا معاه نادي مانشستر سيتي، وبالفعل راح هناك وعمل الكشف الطبي وتم قبوله، وكمان مضى العقود لمدة سنتين ونص،
ولكن قابلته مشكله منعته من ان هو يشارك هناك، وهي ان كان في قانون في الدوري الانجليزي بيمنع مشاركه اي لاعب تصنيف منتخب بلاده مش في السبعين الاوائل، فبينتهي حلم نشأة أكرم من قبل ما بيبدأ، وبدل ما بيبقى يحترف في مانشستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي بيحترف في الدوري الهولندي. وبعدها بيرجع النصر الإماراتي والشرطة العراقي، وبعد الشرطة العراقي تحديدا سنة 2015 بيعلن اعتزاله كرة القدم بعد ما كانت أكبر الأندية في العالم بتطمح للتعاقد معاه، وبعد ما قدر أنه يلعب في جميع المنتخبات والمراحل العمرية لمنتخب العراق، ومع المنتخب الاول شارك في 117 مباراه، قدر ان هو يسجل 17 هدف ويصنع 35. عشان يبقى لعيب قدر ان هو يجمع ما بين كل حاجه، التسجيل والصناعه والمهاره والشخصيه. اخر حاجه ما تنساش، لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، وتقول لي رايك وعايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو جديد.